اتصالات ميوزك بوكس مع عايدة سعودي وتامر عادل على راديو هيتس. الأغنية اللي فاتت مع نفسي محمد نور، قولنا عنها معلومات كلمات. عايز أقولك الألبوم ده فيه حاجات مختلفة بس شوية. الألبوم كله كلمات شعر جمال خولي، ما عدا أغنيتين، أغنية الموضوع ما فيه وأغنية اختار انتي كلمات الشعر محمد عاطف، بس تعاونت مع جمال خولي بس ومحمد عاطف. وبالنسبة للألحان، الألحان كل الألحان أنا اللي عامل الألحان كلها، ومحمد يحيى عامل لي أغنيتين، أغنية لو رحنا فين وأغنية اختار انتي برضه. طبعا محمد يحيى من أصدقائي وصحابي جدا، والتوزيع كله ليحيى يوسف، موزع جديد يا جماعة، جامد جدا جدا جدا، هيكسر الدنيا. عايز أقولك من الناس الشيك قوي وحاجة جامدة جدا يعني، المفروض إن شاء الله يعني أنا متوقع يكون في الصف الأول يعني خلال السيزون إن شاء الله. وأغنية الموضوع فيه توزيع نادر حمدي. توزيع نادر حمدي. في حد بيسألك أنت ما تعاونتش مع نادر حمدي في الألبوم الجديد ليه؟ الألبوم الجديد أنا عايز أقولك اللي قصدي اللي فات يعني اللي هو لسه ما نزلش، عملنا ثلاث أغاني بس. وده نزلنا السينجل بس بتاعت الموضوع ما فيه، كانت توزيع نادر حمدي. كان في حد بيسأل عن الأغنية الإنجليش اللي في نهاية الأغنية، ما كل ده بقى في الالبوم الجاي بقى. كل ده في اللي جاي، كل ده بقى فيه شويه مفاجات وفيه دويت وفيه حاجات حلوه يعني. بتفكر تنزل البومين في سنه واحده؟ والله مش قوي كده، بس يعني اقرب وقت الاقي الدنيا فتحت والسوق كويس يسمح ان انا انزلها انزلها. طيب حلو جدا. بالنسبه لسؤالك بقى يا محمد، الناس تختار الاغنيه اللي تتصور ايه؟ انت بينك بتفكر معظم الناس مختاره براتي رونا، يحيى محمد عايز بس هو عايز نفسي، محمد سعد عايز اختار انتي، يحيى عايز اختار انتي، احمد ابراهيم اختار انتي، نودي انجل اختار انتي، معظم الناس كل الناس اختار انتي، كله اختار يعني ماشي. اختار انت بقى، اختار انت. هي دي الاغنيه، قول لنا كلمات والحان مين. اختار انتي دي اغنيه، دي الحان محمد يحيى وتوزيع طبعا يحيى يوسف وكلمات محمد عاطف طبعا، واغنيه بجد من اغاني قريبه قوي لقلبي. وانتوا حتى تسمعوها، انا الاغنيه دي عملتها عشان عارفه الناس لما تحب تسمع اغاني كنا بنسمعها زمان واحنا صغيرين. دي كده يعني انت تلاقي مش نفسك وقت التسعينات، مش نفسك وقت تلاقي اغنيه كده، هي دي انا عاملها عشان الناس تحس ان هي زمان وتحس ان كل وقت ده كله جري. حلو ده، نسمع بقى مع بعض. اختار انت يا حبك يا موت وانا يا نبقى يا عمر يا سيدة على مشاعرك، اختار انتي يا حبك يا موت وانا دايب يا حبك يا نبقى حبايب يا جنبك عيش حكاياتي يا كل حياتي استنيتك يا كلام عينيك يا احلى كلام سلام ايديك اجمل سلام قدرت تخطف
ربنا يتمم بخير. مبروك بقى علينا ما كانش يروح كل يوم في بال اعيش والاقي بنت الحلال. حبيبتي تسمحي لي بسؤال معقول بقينا لوحدينا؟ ما تيجي تعالي نسافر ليالي محدش هيساعد حياتي بدالي. This is Radio Hits 88.2. Radio Hits. يلا يلا بينا. على العموم ده ممكن نعملها اللينك اللي جاي. محمد بيجرب يبقى مذيع. مذيع بس ما بعرفش انا صراحه. هتجرب يا عم. انتوا جامدين. اللينك اللي جاي هنخليه يجرب معانا. لسه انتوا بتسمعوا اتصالات ميوزك بوكس على راديو هيتس 88.2 بالانجلش وبالعربي. دي الفيسبوك بيج بتاعتنا مع عايده سعودي وتامر عادل, واكيد ضيفنا هو النجم محمد نور. رقم تليفوننا 38 35 961. كده بنفكر بس الناس كده بالبيج والتليفون. معانا مين بقى على التليفون؟ معانا فرح. فرح الو. ازيك يا فرح؟ الحمد لله. بس انا عايزه اسال ارحب بيكم كلكم. ربنا يخليك. علي صوتك بس شويه. عايزه بحبها جدا, متابعاها من ايام ليلي منوعات جميله بحبها جدا. تامر طبعا. ربنا يخليكي. انت كنت مجامل الله في برنامج من الوقت مش عايزين نقول اسمه. ماشي. محمد نور ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا فرح؟ طبعا مش حاجه معجبه بيك واحنا حلوه كده. بس كنت عايز اقول سؤال سؤال صحيح عايز اجابه صحيحه. اتفضل. طب علي صوتك عشان احنا مش سامعين كويس. صوتك بعيد قوي يا فرح. بعيد. طيب كده سامعين كويس؟ مش قوي. عايز اسال سؤال. الهجوم اللي جه عليك الاغنيتين اللي انت عملتهم في الايام الصغيره دول, بس عايز اعرف غيروا رايك اتجاه الرئيس ولا لا؟ بس وايه رايك يعني وايه بفعلك اتجاهه مش اكتر؟ تمام. ميرسي جدا يا فرح على سؤالك, ومحمد نور هيرد عليك. بص هقول لك حاجه. انا بالنسبه لي انا ايه, انا اهم حاجه عندي في حياتي ان البلد بتاعتنا تبقى كويسه ايا كان مين الرئيس اسمه ايه. يعني جه رئيس جديد, جه رئيس بعده, الرئيس اللي فات. يعني انا نفسي بس نبقى عايشين في سلام وامان, وتبقى تحس ان انت تقدر تنزلي بالليل ومش خايفه من حاجه. دي اهم حاجه عندي في الدنيا ايا كان بقى مين اللي هيبقى موجود. مين اللي هيبقى موجود؟ طيب احنا كمان عندنا اغنيه بمناسبه الموضوع ده. امبارح كان عندنا اغنيه اسمها مطلوب زعيم. ايوه انا نفسي اسمعها لك. ممكن نبقى نسمعها لك بعد الهوا, او يعني حتى لو ما طلعناش الاغنيه الناس سمعوها معانا امبارح, بس ممكن نسمعها لك في اللينكات. مين كمان اتصل بينا معانا؟ احنا قلنا ايه, انا قلت فريد. فريد ده بقى حكايه. بكلمني من شويه, بيسلم علينا كلنا جدا, بيسلم عليك جدا 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 حبيبي فريد. وبقول له معلش انا سامع اسمك كويس. قال لي ازاي احنا ما فيش غير ثلاثه فريد بس في مصر, فريد لطرش وفريد شوقي وفريد انا. هو بيسلم عليك فرد عليه. السلام عليك. ازيك يا فريد؟ يا رب تكون لسه سمعنا وحاول تكلمنا عشان عايز اكلمك ان شاء الله. احنا بنحتفل النهارده بالالبوم الجديد بتاعك يا محمد نور, والاغنيه اللي جايه قلت يمكن دي اللي احنا نسمعها. قول لنا معلومات عنها, بقول لنا كلمات. الاغنيه دي حلوه جدا. يعني موقف بيحصل للناس كلها, يعني كل الشباب, كل الناس الصغيرين, كل الناس الكبار حتى. يعني طبعا اكيد اي واحد فينا كان بيحب واحده وسابها مثلا, وبعد كده وبعد وقت مثلا معين لقاها كده يعني اختلفت شويه, بقت اقل شويه مما سابها, فبتصعب عليه. وعايز اقول لك يعني على فكره بتحصل فيك. عايز اقول لك الاغنيه هتاثر فيك جدا فادي بقى. بس انتوا بتتكلم ان ان البني ادم يعني اللي بيغنيها بيقول مش مصدق ان البنت دي كانت كده وكانت احسن بكتير من معايا, بس يعني كده. طيب هتفهموا, الناس هتفهم. نتكلم اكتر كمان عن الحفلات في اللينك اللي جاي. انا عارف النهارده عندك حفله. ان شاء الله باذن الله, وفي كذا حاجه يعني هقول لكم عليها اللينك اللي جاي. انا قلت يمكن واحده غيرها بالكتير تشبه لها, بجد ما اتمنيتش اشوفها ساعتها زي ما شفتها. انا قلت يمكن
ناس تجيب لنفسها. اتصالات ميوزك بوكس. اتصالات ميوزك بوكس مع عايدة سعودي وتامر عادل على راديو هيتس من قلب القلب.